بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. آمين. الزملاء الأفاضل، أهلا بيكم. احنا مكملين مع بعض إن شاء الله الديسنيا موديول، والأول موضوع فيه وهو الكرونيك هارت فيلير. عذرا إن احنا انقطعنا عن الفيزيكال اكتيفيتيز بسبب دخول شهر رمضان. كل سنة وحضراتكم طيبين، وربنا يعيد الأيام بالخير إن شاء الله. إحنا تقريبا خدنا يعني إيه definition of heart failure، وإيه الأسباب بتاعته، وإزاي نشخصها، ويعني إيه هف رف، ويعني إيه هف بف، ويعني إيه هف mild reduced ejection fraction. واستعرضنا مع بعض الguideline based treatment. لكن الحقيقة الجايد لاينز دايما بتفوكس على الهيد لاينز، انما الديتيلز اوف مانجمنت اللي احنا بنقابلها في العيادة او بنقابلها مع حالة محجوزة في المستشفى يعني غالبا بتكون مسد شوية، لان الحاجات دي بتبقى في البيزكس اللي الجايد لاينز بتبقى يعني معتمدة ان الناس عارفاها. تعالوا كده نتكلم النهارده شويه جوه الديتيلز في المانجمنت اوف هارت فيلير. طبعا احنا عندنا التريتمنت بتاع الهارت فيلير بيتقسم الى جزئين. الجزء اللي هو دي كونجيشن، اللي هو مجرد ان انا بعمل سيمتوم ريليف، وفي ميديكيشن علشان تمنع الديسيز بروجريشن، يعني تمنع ان يحصل مورتاليتي في البيشنت بتوع الهارت فيلير. الديكونجيشن مينلي شغال على الكيدني، يعني الدايوريتكس، يعني احنا عشان نعمل ديكونجيشن يبقى اكيد هنلجأ الى سلاح الدايوريتكس، الذي لم يثبت عنه ان هو بيحسن المورتاليتي، ولكن هو بيحسن السيمتومز فقط. طب ايه هي بقى الدايوريتكس اللي متاحة معانا ممكن نستخدمها في العيان بتاع الهارت فيلير؟ اول حاجة عندنا يا شباب، واهم حاجة، هي اللوب دايوريتكس. كلنا عارفين اللازكس والفروزيمايد. اللوب دايوريتكس دي السلاح الاقوى في مجابهة الهارت فيلير، وخاصة الاكيوت دي كومبنسيشن. بقى المريض جاي لك باكيوت بالمونار اديما او اكيوت دي كومبنسيشن للهارت فيلير، فبتبدأ ان انت تديله اللازكس في الاستقبال، يعني امبول اتنين تلاتة على حسب ما يفك معاك. طيب العيان دلوقتي انت عيان كرونيك مش عيان اكيوت، وحجزه في الاسم الداخلي او ان انت ماشيه على دايوريتكس في البيت، طب هتكتب له ايه بقى؟ قال لك طب ما تيجي نشوف هي الدايوريتكس دي بتشتغل ازاي. قال لك اللوب دايوريتك بتشتغل على اللوب اوف هينل، فبتعمل دايوريسز اعتمادا على فقد الصوديوم في البول. ممتاز. تاني حاجة انها عشان توصل اللوب اوف هينل فهي بترتبط بالبلازما بروتين. الله، يعني الدايوريتكس اللوب دايوريتكس عشان تشتغل لازم يبقى البلازما بروتين كويس، ولازم يبقى عند الصوديوم كويس. يعني ايه؟ يعني لو الراجل ده عنده البروتين قليل او الصوديوم قليل، الافكت بتاع اللوب دايوريتك هيبقى اقل بكثير. طيب هل كل اللوب دايوريتك زي بعضها؟ لا. يعني عندك مثلا الفروزيمايد، الفروزيمايد اللي ستارتنج دوز بتاعه 20 وانس او توايس ديلي، ومعاك لغاية 600 ميلي جرام، وعلى فكرة في السوق في عندك 20 و40، وفي لغاية لازكس 500 اقراص. تمام. طب لازم تبقى فاهم ان اللازكس ده بيشتغل من 6 ل 8 ساعات بس. يعني معنى كده انك لو اديته مرة واحدة في اليوم في عيان انت عايز تعمل له دي كونجيشن، في فرصة ان هو الست ساعات يعمل دايروسز وبعد كده ريتنشن بقى اليوم.
النقطة التانية ان الاورال بايو افيلابيليتي بتاعته 40 ل 70%، فبالتالي الفروزيمايد مش من الادوية المحبذة كاورال مينتنانس في البيت، دي احنا بنلجأ ليها فقط في المستشفى علشان انت عايز تعمل دايوريسز اي في، فبتستخدم الفروزيمايد اللي هو المتاح، وفي المستشفى بتديه كل 8 ساعات. لازم ان انت تغطي ال 24 ساعة بالدايوريتكس علشان تحسن الدايوريسز. ممتاز. طيب جه قال لك طب يعني في حاجة اسمها البيوميتانايت البيورينكس اللي موجود في السوق مثلا، يعني قال لك الستارتنج دوز بتاعته نص وانس اور توايس ديلي ومعاك لغاية 10 مللي جرام، بس برضو بيشتغل 6 ساعات بس بيتميز ان الاورال بايو افيلابيليتي بتاعته احسن من الفروزيمايد. يبقى احنا لو هنستخدم الفروزيمايد احسن حاجة نستخدمه اي في جوه المستشفى، انما البيوميتانايد ممكن نستخدمه في البيت، ولو استخدمناه توايس ديلي هيغطلنا معظم اليوم. طيب قال لك برضو الدوايين دول كده شكلهم برضو يعني ايه مش من الحاجة اللي هتفيدنا في البيت قوي، فقال لك طب احنا عايزين لوب دايوريتك البايو افيلابيليتي بتاعته حلوة وبيشتغل اكبر قدر ممكن، فطلع التورزيمايد ده لوب دايوريتك بيشتغل لغاية 16 ساعة، فبالتالي هو بيتاخد وانس ديلي بنبدأ ب10 مللي جرام ومعانا لغاية 200 مللي جرام، واللي موجود في السوق ايه في 5 و10 و20 و100، تقدر ان انت تلعب في التركيزات لغاية لما توصل للدوز اللي العيان يستجيب عليه. طيب في نقطة بقى مهمة، انا دلوقتي في مريض في المستشفى ماشي على فروزيمايد 40 مللي جرام 3 مرات في اليوم، ما يكافئه، يعني احنا عايزين نقلبه بقى على حاجة وانس ديلي، ما يكافئه من التورزيمايد ايه؟ قال لك الفروزيمايد 40 تكافئ البيوميتانايد 1 تكافئ تورزيمايد 20. خلي بالك من الكلام ليه؟ لان ما تستعجبش ان انت تيجي العيان يبقى مستجيب عندك على المستشفى على فروزيمايد 40 مللي جرام 3 مرات في اليوم، وتروح مديله تورزيمايد 5 مطلعه عليه، يقعد 2 3 يومين تبص تلاقي جاي لك بهارت فيلير تاني. ليه؟ لان انت ما اديتلوش الابروبريت دوز اوف في دايوريتك كمينتنس له. فلازم تبقى عارف ان ال 40 من الفروزيمايد تساوي 20 من التورزيمايد. طيب هي اللوب دايوريتكس دي ملهاش سايد افكت؟ لا، ده ليها سايد افكت مهم جدا، انها بتسقط الالكترولايتس في اليورين، فتلقاها بتعمل هايبوناتريميا وهايبوكاليميا وهايبوماغنيسيميا. الله، يعني معنى كده ان اللي هديله لوب دايوريتك ده هيخش في هايبوكاليميا؟ اه. طب عشان تمنع الهايبوكاليميا دي اللي هتحصل، لو نفترض ان عيان هيمشي على دايوريتك بس، قال لك عشان تمنع لازم تحافظ على البوتاسيوم ليفل بتاعك من 4 ل 5. خلي بالك البوتاسيوم الطبيعي من 3.5 ل 5.5، انت في العيان اللي عضلتك حافظ عليه من 4 ل 5. فيقول لك ان انت ممكن تعمل بوتاسيوم سبلمنتيشن اورال مع اللوب دايوريتك علشان تحافظ على البوتاسيوم ليفل. على سبيل المثال في عندنا البوتاسيوم شراب، اسمه كده بوتاسيوم شراب. البوتاسيوم شراب ده الملي منه فيه 8 من 10 ملي اكويفالنت، يعني حضرتك عايز من 25 ل 50 ملي في اليوم علشان تدي المريض ده من 20 ل 40 ملي اكويفالنت بوتاسيوم سبلمنتيشن في اليوم عشان تحافظ على البوتاسيوم ليفل، وتديه له اندفايدد دوز، تديه 3 مرات في اليوم مثلا، يعني 50 على 3 او 25 على 3. بس خلي بالك
لو المريض ده هياخد سبيرونولاكتون اللي هو بوتاسيوم سبيرنج دايوريتكس وهياخد ايس انهيبيتور اربس، يو هاف تو ستوب بوتاسيوم سبلمنتيشن، لان الادويه التانيه دي بتعمل هايبر كاليميا، فانت عشان تمنع الهايبر كاليميا فتوقف البوتاسيوم سبلمنتيشن. يعني نظريا لو مريض ماشي على دايوريتكس بس، طب هو مين المريض اللي انا ممكن امشيه على دايوريتك بس؟ واحد زي الهيف بيف، الجايد لاينز قالت لك ان الوحيد اللي كلاس 1 هو الدايوريتك وباقي الادويه كلاس 2 بي. يعني ممكن مريض تلقاه ماشي على بيتا بلوكر وماشي على دايوريتك، صح؟ اهو ده عرضه انه يخش في هايبوكاليميا، اهو ده اللي المفروض تديله بوتاسيوم سبلمنتيشن. طب واحد هيف ريف وماشي على ايس وبيتا بلوكر وسبيرونولاكتون وماشي على دايوريتك، ده ما ينفعش تديله روتين ديلي بوتاسيوم سبلمنتيشن، انت هتديه فقط لو حصل هايبو كاليميا. ممتاز. طبعا يعني في الحاجات البروفاوند هايبو كاليميا ده، يعني ده لازم يحصل له ادميشن في المستشفى وتديله انترا فينوس بوتاسيوم. ممتاز. دخل معاك عيان المستشفى وبدأ ان انت تديله الدايوريتكس وتلاقي عنده بوزيتيف بالانس. هو يعني ايه بوزيتيف بالانس ده؟ قال لك البالانس ان تحسب الفلويد اللي خارج ناقص الفلويد اللي داخل. تاني، يبقى احنا دلوقتي عايزين نشوف الفلويد بالانس، فبنشوف الفرق ما بين الفلويد اللي خارج والفلويد اللي ايه اللي داخل. طيب الفلويد اللي داخل تحسبه ازاي؟ عادي، خد علبة عصير 200 مللي هتكتب 200، خد ازازة مية لتر هتكتب لتر. طب واللي خارج هتحسبه ازاي؟ يا اما بقسطرة بول يا اما بيعمل في مبولة، بحيث ان انت تحسب كمية اليورين اللي خارج. لو انا قلت لك البالانس بتاعه نيجاتيف 100، يبقى معنى كده انه خرج 100 زيادة. يبقى لو هو خد 800 وخرج 900، يبقى نيجاتيف بالانس 100. لو قلت لك نيجاتيف بالانس 600، يبقى معنى كده ان هو خرج 600 زيادة. يعني هو مثلا خد 500 وخرج كام؟ 1100، يبقى كده نيجاتيف 600. بوزيتيف بالانس معنى كده ان كمية السوائل اللي دخلت له اكتر من اللي خرجت. لما اقول لك بوزيتيف 200، يعني ايه بوزيتيف 200؟ يعني هو خد 1000 طلع 800، يبقى كده بوزيتيف 200 يعني جسمه تعبى 200 زيادة. فلما تدي واحد دايوريتكس وتبص تلاقي عنده بوزيتيف فلويد بالانس، يبقى معنى كده ان هو عنده دايوريتك ريزيستنس. الله، يعني ايه دايوريتك ريزيستنس؟ يعني جسم مقاوم للدايوريتكس. طب ايه اسباب الدايوريتك ريزيستنس؟ تعالى كده ناخد واحده واحده. ممكن تكون انت مستخدم شورت اكتنج دايوريتك وبتديه مره واحده في اليوم. خلاص يا سيدي، ان كان ده غطي ال 24 ساعة. لو انت تدي فروزيمايد اديه كل 8 ساعات، او شفت على تورزيمايد اللي هو بيشتغل 16 ساعة في اليوم. ممتاز. تلقى واحد ابن حلال قاعد انت تدي له دايريتك وهو قاعد ياكلك في طرشي ومخلل واملاح وفسيخ ورنجة. يعني احنا مرة قفشنا مريضة في القسم الداخلي، احنا مستغربين قاعدين نديها لازكس 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 وما بتجيبش يورين، لغاية لما لقينا ان الريلاتيف بتاعتها بيجيب لها فسيخ ورنجة في الاسم. فلازم تأكد على السولت ريستريكشن اقل من 2 جرام في اليوم علشان ما يبقاش عندك دايوريتك ريزيستنس. واحد ماشي على نون سترويدلز انتي انفلامتوري دراجز، قاعد يبلبع في ايبيبروفين طول اليوم، فطبعا ده هيعمل دايوريتك ريزيستنس. او التيزيديز، التيزيديز دي ده دواء سكر اسمه سايو زوليدين دايونز، كان في منه عندنا دوايين، واحد اسمه البايو جليتازون، صح؟ وكان في دواء زمان كده الروز جليتازون، واتوقف.
اللي هو الافاندي. البايوجليتازون لسه بيستخدم دلوقتي، وده من الادويه اللي بتعمل سولت ووتر ريتنشن، وممكن تعمل لك دايوريتك ريزيستنس. ممكن واحد يكون ضغطه واطي. قال لا، يعني ايه ضغطه واطي؟ يعني ما هو علشان يحصل دايوريسز لازم يبقى في عندي رينال بلاد فلو، والرينال بلاد فلو ده معتمد على الضغط. يعني لو العيان ضغطه واطي او في بدايات شوك، ده لازم يبقى عنده اوليجوريا، مهما تديله دايوريتكس مش هتشتغل. ليه؟ لان الدم اللي واصل للكلى قليل، ضغط الدم قليل. فهنا لازم تدور على ايه اللي موطله ضغطه. قال لا، تبص تلاقي واحد كاتب نيتروماك لكل المرضى اللي عنده. تيجي تدور هو ماشي على النيتروماك ليه؟ ما تعرفش. فيقول لك ان انت في الحالة دي تدور على الأدوية الفازو دايليتورز اللي المريض مش محتاجها وتوقفها، يقوم الضغط يظبط، يقوم الرينال بلاد فلو يتحسن، يقوم الدايوريتكس تشتغل. فمهمة قوي 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 عينيك على الضغط وعينيك على الأدوية اللي بتوطي الضغط. طيب يجي تقول لي بقى لا على فكرة المشكلة مشكلة جي اي تي ابزوربشن. ماشي، طب هو ايه اللي ممكن يقلل جي اي تي ابزوربشن للدايوريتكس؟ في العيان الهارت فيلير بيبقى عنده سيستميك كونجيشن. سيستميك كونجيشن يعني ايه؟ يعني الجي اي تي كونجستد، يعني كفاءة الابزوربشن بتاعتها قليلة، ففعلا هتقلل الجي اي تي ابزوربشن اوف دايوريتكس. طب في الحالة دي لو الموضوع شديد قوي كده، دخله ياخد انترافينوس دايوريتكس. طيب انترافينوس دايوريتكس انترميتنت ولا كونتينوس انفيوجن؟ سؤال مهم. في ناس بتريح دماغها ويقول لك ايه، بدل ما يخش يبقى فيه دايوريتك ريزيستنس بقى فروم ذا ستارت كده، اروح مع دخله على اللازكس انفيوجن عشان اصفيه ويخرج. طبعا ده مال براكتس وبيجهد الكلى وملوش اي افكت على المورتاليتي. فدي كانت يعني مقارنة في الأكيوت هارت فيلير اسمها الدوز ترايل، ما بين اللو دوز والهاي دوز، وما بين الكونتينوس والبولس دايوريتكس، وما كانش فيه أي سيجنيفيكانت ديفرنس على الديس ولا الري هوسبيتاليزيشن للهارت فيلير. طب نفترض ان انا عايز امشي continuous intravenous infusion of diuretics of lasics. قال لك بقى ايه قول الفصل، اختلفت الاراء فيها والجرعات. قول الفصل ان احنا ندي المريض ده 5 ل10 مللي جرام في الساعة، بس بشرط ان تكون وصلت بيه في الجرعة الانترميتنت ل 200 مللي جرام في اليوم. 200 مللي جرام يعني كام؟ يعني تقريبا 5 جرعات من ال40 مللي جرام. يعني مثلا انت مشي 40 مللي جرام كل 8 ساعات، وبعدين بدأت تزود جرعة الصبح بقى 80 40 40، بعد كده 80 80 40، يبقى انت كده وصلت للايه؟ وصلت ليه 200 مللي جرام ومش جايب نتيجة، اقلبه بقى ايه؟ continuous infusion. ولما تقلبه continuous infusion هتقلبه من 5 ل10 مللي جرام في الساعة، يعني كده في ال24 ساعة الماكسيموم بتاعه يكون واخد 240 مللي جرام من الفوزيمايت. ممتاز. طيب مش قصة جي اي تي absorption، احنا قاعدين بندي diuretics for long term، وبدأت الكدني تعمل كومبنساتوري ميكانيزم وتعمل هايبرتروفي للديستال كونفوليوتد تيبيولز، فبالتالي اللي اللوب اوف هينل اللي الدايوريتك بيشتغل عليه بيحصل
كومبنساتو ميكانيزم عند الديستال كونفوليوتد تيوب، ما يسمى بالبريكنج فينومينا، يعني الفرامل بتاعة الفروزيمايد. فلما يحصل ديستال كونفوليوتد ديول هايبرتروفي فتبوظ مفعول الفروزيمايد. طب تعمل ايه؟ قال لك تعمل حاجة يسمى سيكوينشال نيفرون بلوك. ايه السيكوينشال نيفرون بلوك دي؟ قال لك ان انت تدي حاجة تشتغل على الديستال كونفوليوتد تيوبولز قبل جرعة اللازكس الصباحية بساعة، فبالتالي تقفل الكومبنساتوري ميكانيزم، لما يجي يشتغل الدايوريتكس هيفتح معاك دايوريتكس زي الفل. ويمكن من الحاجات اللي بتفتح نفسك في العناية ان انت تخش تلاقي كيس البول مليان في عيان هارت فيلر. يبقى السيكونشال نيفرون بلوك هتدي ايه؟ يا اما هتدي هيدروكلوروسايزايد او سايزايد لايك دايوريتك، الحاجات اللي بتشتغل على الديستال كونفوليوتد تيوبيولز. هتديها امتى؟ قبل جرعة اللازكس الصباحية بساعة. فبالتالي انت هتعمل ايه؟ هتقفل الكومبنساتوري ميكانيزم اللي كانت بتوقف الشغل بتاع اللوب دايوريتك، فلما تدي اللوب دايوريتك تبص تلاقيه فتح معاك دايوريسس. لما تدي اجريسيف دايوريتكس وتكون مدي فازو دايليتورز كتير والعيان يخش في هايبوتنشن، فأحد الكومبنساتوري ميكانيزم بيحصل سمباثيك induced reduced فيرينا بلاد فلو، وهي نفس النظرية بتاعت الهايبوتنشن. هتشوف ايه السبب وتصلحه. غالبا بيبقى فيه اكسترا دوز من الفازو دايليتور دراجز او unnecessary فازو دايليتور دراج. ممتاز. طيب قال لك يجي عيان دخل في دايوريتك ريزيستنس لان حصل راس سيستم اكتيفيشن. ما هي الدايوريتكس دي بتعمل ايه؟ الدايوريتكس بتقلل الضغط وبتقلل البلاد فوليوم وبتقلل الرينال بلاد فلو، فيحصل سام سورت اوف رينال اسكيميا، فيحصل اكتيفيشن للراس سيستم والانجيوتنسينوجين يتحول لانجيوتنسين 1، والانجيوتنسين 1 يتحول لانجيوتنسين 2، والانجيوتنسين 2 يطلع الالدوستيرون. يعني كده الراس سيستم هيحصل له اكتيفيشن. لو لقيت ده ابدا ان ادي راس بلوكرز، ادي الايس، ادي سبايرونولاكتون، وما تنساش في المرحله دي توقف البوتاسيوم سبلمنتيشن. تلقى واحد برضو عنده دايوريتك ريزيستنس عشان عنده هايبو البيومينيميا. هايبو البيومينيميا يعني ما فيش بلازما بروتين تشيل اللوب دايوريتك لغايه الكدني، فهنا تعمل البيومين كوركشن، الدنيا هتفك معاك وتتصلح. طب واحد الكدني بقى خلاص ايه فلسعت ما يسمى بالكارديو رينال سيندروم ومفيش دايوريتكس جايبه معاك، والرينال الكيدني فانكشنز قاعده تزيد، ففي الحاله دي بتلجأ الى الالترا فلتريشن. ده جهاز زي جهاز غسيل الكلى بيشيل الاكسترا فلويدز من السيركيوليشن وبيعمل دي كونجيشن زي الطريقه بتاعت غسيل الكلى بالظبط. تاني نوع من الدايوريتكس هو السايزايد دايوريتكس. والحقيقة السايزايد دايوريتكس يعني مش من الأدوية الشديدة، يعني الانتي هايبرتنسيف افكت بتاعها اكبر من الدايوريتك افكت بتاعها، عشان كده هي مينلي بتستخدم في الانتي هايبرتنشن. طب هو مين السايزايد دايوريتكس؟ السايزايد دايوريتكس اللي هو الهيدروكلوروسايزايد. طب مين السايزايد لايك دايوريتك؟ في عندنا الاندابامايد وفي عندنا الميتولازون. ممتاز. الميتولازون بيشتغل 24 ساعة زي الفل، الاندابامايد بيشتغل 36 ساعة. وبالمناسبة الاندابامايد دلوقتي موجود في السوق واحد وربع واتنين ونص لوحده، وموجود في كومباينيشنز، داخل دلوقتي في كومباينيشنز مع البريندوبريل والاملوديبين، وعاملين كومباينيشن 5 1 وربع 5،
وعشرة، 2.5، 10 تقريبا، اسمه تريبليكسان. كومباينيشن حلو في علاج الهايبرتنشن. طيب المريض بتاع الهارت فيلير ده، والله لو كان هايبرتنسيف فانت باي ذا واي عايز تستخدم له دايوريتك، منه انتي هايبرتنسيف ومنه دايوكي، على عينه وعلى راسه. طب نفترض المريض ده دخل في البريكنج فينومينا، فممكن تديله الميتولازون او الاندابامايد او الهيدروكلوروسايزايد، هتديهوله قبل جرعة اللازكس الصباحية بايه؟ بساعة، كسيكوينشيال نفرون بلوك. خلي بالك ان الاندابامايد والهيدروكلوروسايزايد ما ينفعش يتاخدوا في جي اف ار اقل من 30. باشا، هو انا احسب الجي اف ار ازاي؟ خش على ابلكيشن اسمه اي بي موبايل. ابلكيشن اسمه ايه؟ اي بي موبايل. لما تخش على الاي بي موبايل ده تبص تلاقي فيه كالكوليتورز كتير جدا، من ضمنها الكالكوليشن بتاع الجي اف ار بناء على الكريات والوزن والسن والجندر، وبيطلع لك الجي اف ار بكل سهولة. الجي اف ار تحت ال30 ممنوع الهيدروكلوروسايزايد، ممنوع الاندابامايد. الميتولازون في كلام ان هو بيشتغل على جي اف ار قليل. وطبعا الهيدروكلوروسايزايد ليها دراج انتر اكشنز مع الادويه اللي بتشتغل على السيتوكروم 3 اي 4 انهبيتورز. ممتاز. من جدير بالذكر ان الهيدروكلوروسايزايد يعني غالبا موجود في كومباينيشنز، انا ما شفتوش في دواء لوحده. فاحنا لما بنعمل سيكوينشال بلوك يعني موستلي بنستخدم الميتولازون، وهو موجود في السوق باسامي كتير جدا. تقدر تجيب اللي هو الدراج اي وتعرف هو نازل في السوق باسماء ايه. خلي بالك الهيدروكلوروسايزايد زيه زي اللوب دايوريتك، هيعمل لي هايبوناتريميا وهايبوكاليميا وهايبوماجنيسيميا، ولكن بيرفع الكالسيوم واليوريك اسيد والسكر، يعمل هايبر كالسيميا، هايبر يوريسيميا، هايبر جلايسيميا. عشان كده احد الكومباينيشنز اللي انا ما بحبهاش في مرضى السكر، الكومباينيشن بتاع البيتا بلوكر مع الهيدروكلوروسايزايد. البيتا بلوكر بيرفع السكر والهيدروكلوروسايزايد بيرفع السكر، فهما الاتنين دول انا بسميهم الديابيتوجينيك كومباينيشن. فتيك كير في مرضى الدايابيتس ومرضى الجوت اللي بيبقى عندهم اليوريك اسيد عالي، الهيدروكلوروسايزايد هيعمل لهم مشاكل شوية. في عندنا بقى الكاتيجوري من الأدوية اللي هو بوتاسيوم سبيرينج دايوريتك. البوتاسيوم سبيرينج دايوريتك في عندنا الجروب اللي احنا عارفينه اللي هو الاسترويدال مينرال كورتيكويد انتاجونست، السبيرونولاكتون، واللي احسن من شوية هو ابلرينون. واحنا كلنا عارفين ان الابلرينون بيتميز عن السبيرونولاكتون ان هو ما بيعملش جاينيكوماستي، انما الاثنين بيعملوا هايبر كاليميا، والاثنين بيشتغلوا 24 ساعه، والاثنين الستارتنج 25 والماكسيمم 50. حلو. في بقى حاجات غير المينرال كورتيكويد انتاجونست والبوتاسيوم سبيرنج برضو، زي الاميلورايت وزي الترايمترين، ودول موجودين في ادويه كلنا عارفينهم زي الموديوريتك والابيتنس. نادرا ما حد بيكتبهم اوي اليومين دول، ولكن keep in mind ان احنا ممكن يبقى ليهم استخدام معين. طيب في بقى مشكلة كبيرة جدا، مرضى الكلى. طب انت يعني مشعر لهم كده الادوية، لان السبيرونولاكتون ده احد الديسيز موديفاينج دراجز في الهارت فيلير، ولازم تابعوا بيه الكريات والبوتاسيوم. لو الكريات اكتر من 2.5 او البوتاسيوم اكتر من 5.5، يو هاف تو ستوب السبيرونولاكتون او الابلرينون. طب نفترض ان انت عايز تديه لبعض الناس ودخل في هايبر كاليميا. دخل في هايبر كاليميا، قال لك ان انت ممكن تستخدم حاجه اسمها اللوكيلما، ده ساكتس موجود في السوق، بس للأسف هي غالية شوية، يعني يمكن بتوع الكلى هم عارفينها. ده بيسموها صوديوم زيروكونيوم سايكلو سيليكيت. مالها اللوكيلما؟ حلوة اللوكيلما.
ده زي بوتاسيوم اكستشينج ريزم كده، بيمنع الريابزوربشن بتاع، بيمنع الابزوربشن بتاع البوتاسيوم. دي ساكتس كده يعني الكيس بيدوب في ميه وبيتشرب، والحالات دي بتستخدم مينلي للناس السي كي دي اللي بيخش في ريكارنت هايبركاليميا، واحنا محتاجين له بقوه الراس انهبيتورز. يعني احنا ممكن عيان سي كي دي ياخد راس انهبيتورز ومعاه اللوكيل ساكتس دي عشان تمنع الهايبر كاليميا. ولكن خلينا برضو يعني ايه السيفتي، السيفتي جي اف ار اقل من 30 مش هتدي سبيرونولاكتون، مش هتدي ابلرينون، وعلشان طبعا الريسك في هايبر كاليميا. بوتاسيوم اكتر من 5.5 مش هتديهم علشان الريسك اوف سادن كاردييك ديث. في عندنا بقى حتة دواء ساحر. ايه الدواء الساحر ده؟ اسمه تولفابتان. تولفابتان ده موجود في السوق اسمه سامسكا. السامسكا ده انت عارف بقى بكام؟ مش عارف، تقريبا ب 2000 جنيه ولا حاجة زي كده. ده بيشتغل على ايه ده؟ ده بيشتغل على سيتو اسمها ارجينين فازوبريسين 2 ريسبتور. تسمع عن الانتي دايوريتك هرمون؟ اهو الانتي دايوريتك هرمون ده اللي هو الارجينين فازوبريسين ده بيعمل ايه؟ بيمنع الدايوريسس. لما انت تدي التولفابتان فيقفل الريسبتور دي، فيحصل دايوريسس بناء على الكوليكتنج داكت في الكلى، وده اول دايوريتك لا يعتمد على الصوديوم في الدايوريسس بتاعه. تاني، لا يعتمد على الصوديوم. يعني لو المريض عنده هايبوناتريميا ممكن تستخدم فيه التولفابتان. ده هو معمول عشان الناس بتاعت الهايبوناتريميا. يعني انت ممكن تصلح بيه الكلينيكالي سيجنيفيكانت هايبرفوليميك اند يوفوليميك هايبوناتريميا. يعني هو اصلا معمول عشان الهايبوناتريميا، يعني لما الصوديوم بتحت 125 هو ده الدور بتاع التولفابتان. طب واحد عندك هارت فيلير وكونجستد والدنيا كلها منيله والصوديوم 120، ده كل ما هتيجي الدايوريتكس مش هيشتغل، مش هيلاقي صوديوم يشتغل عليه. ده بقى هنا الحل بتاع التولفابتان. هو طبعا غالي بس يو هاف تو نو، لان ممكن يكون متوفر في السنتر اللي انت شغال فيه. طيب حد سمع عن حاجة اسمها الاسيت زولاميت؟ زمان كده كانت حاجة تبع الرمد، حاجة اسمها كاربونيك انهيدريز انهيبيتور، وده بيؤدي الى الاكسكريشن اوف صوديوم بيكربونات. يبقى هو بيسقط في البول ايه؟ صوديوم بيكربونات. يعني هو بيصلح ايه؟ الاكسس بايكربونيت، يعني يصلح الميتابوليك الكالوزس، اسمه سيداميكس. بس خلي بالك الميتابوليك الكالوزس اللي بتحصل في عيان الهارت فيلير اللي بياخد دايوريتك موستلي بيكون سببها هايبوكاليمي، حاجة بيسموها كده ايه، هايبوكاليميك الكالوزس. فالفيرست لاين ان انت تصلح الميتابوليك الكالوزس في الناس دي ان انت تصلح البوتاسيوم، تدي بوتاسيوم كلورايد سبلمنتيشن. او ممكن لو العيان كونجستد وعنده ميتابوليك الكالوزس ممكن ساعتها تعمل ترانزينت يوز للاسيتازولاميد بحيث ان هو يعمل دايوريسز وفي نفس الوقت يصلح الميتابوليك الكالوزس. كده تقريبا يعني عرفنا ديتيلز جوه الدايوريتكس، الجايد لاينز لم تذكرها خالص في التريتمنت خالص. طيب هل في ديتيلز تانية في الديسيز موديفاينج دراجز؟ يعني الايس، الاربس، البيتا بلوكرز، انا هكتب الستارتنج دوز، طب هعمل اب تايتريشن كل قد ايه؟ قال لك الاب تايتريشن كل اسبوع لاسبوعين. البيتا بلوكر خليها كل اسبوعين. الأدوية التانية ممكن أسبوع تعمل أب تايتريشن لو الضغط بتاعك كويس، لو الكريات كويس، لو البوتاسيوم كويس. يعني إيس أو الأربس أو الأرني، فاهم؟ ده كله إيه؟
هتعمل له اب تايتريشن كل اسبوع، انما البيتا بلوكر خليها كل اسبوعين. حلو، معلومة مهمة. وتعمل متابعة للجي اف ار والبوتاسيوم كل اسبوع لاسبوعين. واهم حاجة تنبه على المريض انه ما يوقفش العلاج من دماغه. ليه؟ لان كل المرضى ياخد الروشتة يصرفها، اول ما الدواء يخلص ما يكرروش. للأسف الريباوند هنا بيبقى أسوأ ما يكون. يعني انت تدي راس بلوكرز ودايوريتكس وفجأة يوقف كل حاجة، هيجيلك بأكيوت دي كومبنسيشن، وممكن يبقى أكيوت بالمونري إديما وتبقى الخاتمة بتاعته. فلازم تنبه على المريض، يا سيد احنا الدواء بتاعنا ما بيقفش، كل ما بيخلص بيجي غيره، يخلص يجي غيره، يخلص يجي غيره، ما تسيبوش. لازم تفهمه النقطة دي كويسة. تيجي بقى على البيتا بلوكر بروبلمز. واحد عندك لسه يعني هتديله بيتا بلوكرز وهو هارت فيلر، ممتاز. خلي بالك ان انت اول ما تديله بيتا بلوكر ممكن يحصل وورسنينج اوف فلويد ريتينشن. طب ليه؟ قال لك لانه ده نيجاتيف انوتروبيك، صح؟ فالكاردياك اوتبوت هيقل، صح؟ فالرينال بلاد فلو هيقل، صح؟ فممكن يحصل وورسنينج اوف ايه، اوف فلويد ريتينشن. قال لك لما ده بيحصل غالبا بيحصل خلال 3 ل 5 ايام، وبيلاحظ في انكريز البودي ويت. مش احنا اتفقنا ان احنا هنوزن يوميا او نشوف فلويد بالانس؟ اه. طيب توقف البيتا بلوكر؟ لا، تزود الدوز اوف دايوريتك لغايه لما يعمل دي كونجيشن، وبعد كده ترجع لليوجوال دوز اوف دايوريتك. الدايوريتك اللي هي الفروزمايد، الحاجات اللي احنا قلناها، او التورزمايد او كده. يبقى انت لما تضيف البيتا بلوكر ويحصل وورسنج اوف فلويد ريتينشن، ما توقفش البيتا بلوكر، ده انت تزود جرعه الدايوريتكس علشان تكمبنسيت اللي حصل. البيتا بلوكرز من السايد افكت الشهيرة بتاعتها الفتيج والويكنس. يجي المريض يقول لك انا حاسس ان انا كده ايه، هفتان، مش قادر اتحرك ولا قادر اعمل اي حاجة. فلازم تبقى عارف ان ده من البيتا بلوكرز. طبعا الهايبوتنشن والبرادي كارديا والهارت بلوك دي احد الكومبليكيشنز بتاعة البيتا بلوكر يوز. يجي بقى سؤال مهم، انا دلوقتي مريض داخل باكيوت بالمونري اديما وهو ماشي على بيتا بلوكرز، اوقفها ولا اكملها؟ نصا كده مكتوب ايه؟ قال لك ان الكونتينويشن في الابيزود اوف اكيوت ديكومبنسيشن از سيف، ولكن دوز ريدكشن مي بي نيسيسري. هو كده كده خلاص، يعني المفروض ان هو اتكيف على جرعة البيتا بلوكر اللي هو ماشي عليها. فيعني الابدا ان انت ما توقفهالوش، بس ان انت تزود له جرعة الدايوريتكس بناء طبعا على الضغط. ممكن تستخدم حاجات زي ما هنشوف في الاكيوت هارت فيلير، سواء نيتروجليسرين او نيتروجليسرين ودايوريتك، ولا دايوريتك بس. هنشوف كده هنعمل ايه ساعتها. المهم ان انت تمانج، ممكن تخف الجرعة بتاعت البيتا بلوكر شوية، ممكن تكمل على نفس الجرعة اللي هو ماشي عليها. بس ما يعني حكاية ان انت توقف البيتا بلوكر وتمنع وترجع تبيلد اب، يعني هو الصراحة نصا في البرونولد تكست بوك قال لك ان الكونتينويشن از سيف. والحقيقة ده يعني ايه، ماست بي تيلورد على حسب البيشنت. يعني في بيشنت انت تخاف ان انت ما توقفش البيتا بلوكر، زي واحد جاي لك كارديوجينيك شوك، يعني بالمونري دي كارديوجينيك شوك، وتقول لي اكمل على البيتا بلوكر. طبعا ده اجينست المنطق يعني. انما واحد جاي لك بهايبرتنسيف بالمونري دي وضغطه 180 على 100، فده النيتروجليسرين هيفكه، فما فيش داعي ان انت توقف فيه البيتا بلوكرز. يعني ايه، لازم في جزء متروك للخبرة بعيد عن المكتوب في الجايد لاينز. ممتاز. طيب ايس ولا اربس ولا ارني؟
يا قيس يا قرني. الأربس فقط لو عيان ماشي على قيس و أو قرني وبدأ إن هو يخش في دراي كوف أو أنجيديما من القيس أو القرني ياخد أربس، إنما فرومز ستارت ياخد أربس بس لأ. طيب هتدي قيس وهتدي قرني، قال لك الاس والاربس اديهم لو الجي اف ار اكتر من 15، الارمي لو الجي اف ار اكتر من 30، اللي هو بالعربي كده لما بنلاقي الكريات اكتر من 2.5 ما بندهوش، انما انت لما تيجي تحسب الجي اف ار لو الجي اف اكتر من 15 ادي اس او اربس، لو اكتر من 30 سيف ان انت تدي ارمي. ويقول لك ان انت بعد ما تدي وتتابع وظائف الكلى 50% increase in كريات is tolerated، عادي ولا كأنك شايف حاجة، يعني لو الكريات زاد 50% ولا حاجة، انما لو زاد 100% you have to stop and restart، تقلل الدوز، تعمل nephrological consultation، check البوتاسيوم ليفل، لازم بقى يعني ايه you have to take action، انما مجرد 50% increase للكريات ده well tolerated ومفيش منه مشكلة خالص. وبرضو زيهم زي السبايرونولاكتون لو البوتاسيوم اكتر من 5.5 you have to stop الاس او الاربس او الارن. ممتاز. طيب نفترض ان واحد ماشي على اس انهيبيتور وعايز اخشله بارني، اخشله ازاي؟ قال لك لازم توقف الاس انهيبيتور اتليست 36 ساعة قبل الانيشيشن اوف ارني، اللي هو الساكيوبتريل فالزرتان اللي هو الانتريستو، عشان تبقوا معانا في الصورة. طب هخش بجرعة ايه؟ قال لك لو عيان ممشيش عليه قبل كده امشي 50 مرتين في اليوم. طب واحد ماشي على انالابريل بس اقل من 10 مللي جرام توايس ديلي، يعني ماشي على 5 مرتين مثلا، ده تدخله على 100 مرتين. طب واحد ماشي على انالابريل 10 مرتين وتولوريتنج ات، هتدخله على طول على 200 مللي جرام مرتين في اليوم. طب نفترض واحد ماشي على فالزرتان وعايز تديله ارني، قال لك عادي اديه على طول مكان الجرعة اللي بعديها، مفيش مشكلة، مش بتستنى تعمل ووش اوت زي الاس انهيبيتور. ليه؟ لان الارني ده ساكيوبتريل فالزرتان، هو كان بياخد فالزرتان خلاص، فانت في ميعاد الجرعه اللي بعديها هتدي له فالزرتان ساكيوبتريل، مفيش مشكله خالص. انما واحد ماشي كان على انالابريل لازم تستنى 36 ساعه ووش اوت، لان لو اديت الارني خلال 36 ساعه من الاس انهيبيتور فانت بتعرضه ان هو يخش الانجيديما بسبب النبريلايزن انهيبيتورز وبسبب الاس انهيبيتور، الاثنين بيعملوا انجيديما لانهم بيقللوا تكسير البراديكاينينز. ده ممتاز جدا. طيب واحد بقى يتفزلك عليا ويقول لي يا باشا احنا دلوقتي بندي المريض بتاع الهارت فيلير اس انهيبيتور، صح؟ الاس انهيبيتور اللي انا بديه ده المفروض ان هو همشي في السكه بتاعته هيمنع لي ان الانجيوتنسين 2 ريسبتور تؤدي الى انكريز الالدوستيرون، صح؟ ليه بدي بقى مينرال كورتيكويد انتاجونيست؟ قال لك لان الاس انهيبيتورز بتؤدي الى انخفاض السكريشن اوف الدوستيرون ترانزينت، ومع الكورونيك سيرابي بيحصل ريتيرن للالدستيرون لليفلز زي اللي قبل ما تبدا الاس انهيبيتور، ودي ما يسمى بالالدستيرون بريك ثرو. يعني مش معنى ان انت بتدي اس انهيبيتورز يعني انت كده مطمن للالدستيرون، لا، ده الالدستيرون قبل بعد ما بتدي الاس بيقل بعد كده بيرجع تاني، فعشان كده لازم تبدا ان انت تضيف مينرالو كورتيكويد انتاجونست. طيب احنا اتفقنا ان السبايرونولاكتون بيعمل هايبر كاليميا، فعشان كده هتدي سبايرونولاكتون
يبقى لازم يبقى في دماغك ريجيمين اوف فولو اب. هتعمل فولو اب للكيدني فانكشن والبوتاسيوم خلال 3 ايام، وبعد كده بعد اسبوع تمام، وبعد كده ممكن تعمل مانثلي اول 6 شهور، وبعد كده مثلا كل شهر مرة. تاني، خلال 3 ايام من الستارت لازم تشوف البوتاسيوم والكريات، وبعد كده اول اسبوع، وبعد كده شهريا لمدة 6 شهور. ده كلام مهم جدا. يبقى احنا دلوقتي مريض هارت فيلير، لو هو هيف ريف، فالهيف ريف ده هتديله ايس بيتا بلوكر من الكورتيكويد انتاجونست، وهتديله دايوريتكس، وهتديله صوديوم جلوكوز ترانسبورت انهيبيتورز. وعرفنا الديتيلز اللي جوه التريتمنت بتاعه. طب لو هيف بيف، اقول لك بقى معلومة طازة في الهيف بيف والهارت فيلير مايلد ريديوسد ايجكشن فراكشن. احنا قلنا المره اللي فاتت في المحاضره اللي فاتت ان الوحيد اللي كلاس 1 هو الدايوريتكس، وكل الباقي كلاس 2 بي، وكانت الصوديوم جلوكوز ترانسبورت انهيبيتورز مش كلير في الجايد لاينز دي. الامريكان جايد لاينز لسه نازله اول امبارح، وقالت لك ان الصوديوم جلوكوز ترانسبورت انهيبيتورز الامباجليفلوزين والدابجليفلوزين should be used in patient with HIF-PIF and HIF mild reduced ejection fraction. وده لان في ترايل كبيره جدا، البريزيرف ترايل دي، قالت ان هو بيحسن المورتاليتي في العيانين الهيف بيف وفي العيانين الهارت فيلير with mild reduced ejection fraction. في بقى يعني ايه special situations، والسبيشال سيتويشنز دي مش لازم كلها تريتمنت. يعني البريفنشن ده مثلا انا بحب ان انا يعني ده سبيشال كاتيجوري كده المفروض ان احنا نتكلم عنه، لان البريفنشن الوقايه خير من العلاج. يعني ايه الوقايه خير من العلاج؟ قال لك يعني انت في عندك مرضى عرضه انها تخش في هارت فيلير، هي لسه ما دخلش في هارت فيلير بس عرضه انها تخش في هارت فيلير، الهايبرتنشن، الديسليبيديميا، الديابيتس، الله، الاوبيزيتي، السموكينج، الكحول، ظبط ده كله يا باشا. ضغط ظبطه، سكر ظبطه، يحبس كمان بقى الايه الاس جي ال 2 انهيبيتورز، ممتاز. تدخين يقف، اوبيزيتي تتعالج، سيدنتري لايف يلعب رياضه، الكحول يعني انت لما تعمل كنترول الريسك فاكتورز فانت بتمنع الهارت فيلير. دلوقتي الناس كلها بتتكلم تيم ورك، يعني عايز اقول لك ان ممكن المريض يستريح جدا على السايكاتريك ريهابيليتيشن معاك، المريض يتحسن جدا على الاكسرسايز ريهابيليتيشن. يعني الموضوع كله مش مجرد انها روشتة هتتكتب وتتصرف، على قد ما المريض ده لازم يخش في بروجرام اوف ريهابيليتيشن، ولازم التيم ورك يكون داخل فيه كذا عضو تغذية، عضو رياضة، عضو نفسية، عضو القلب، عضو الكلى، لأن المريض ده غالبا بيكون مالتي أورجان. ومن الحاجات المفيدة أوي في الناس دي إنها تاخد الإنفلونزا والنوموكوكال فاكسين، وطبعا بديهيا الكوفيد فاكسين، عشان تمنع الأكيوت ديكومبنسيشن اللي بيحصل أثناء الأكيوت شيست انفكشن. لو انسان متعلم لازم تعلمه ازاي يعالج نفسه ويمانج نفسه في الدايوريتكس بالذات. تقول له والله احنا هنوزن نفسنا كل يوم، لو لقينا الميزان بيزيد يبقى معاه كده هنزود جرعة الدايوريتك، الميزان بيقل يبقى هنخف جرعة الدايوريتك، لو البول قاعدين نزود الجرعة والبول مش عايز يتحسن فهتجيلي عشان هنفكر ايه الدايوريتك ريزيستنس، يبقى لازم تانكوربوريت البيشنت معاك. طبعا الرايضه دي مهمه جدا، ولازم تبقى اندر سوبرفيجن، يعني ما تقولوش روح العب رياضه كده وخلاص، لازم الموضوع يكون اندر سوبرفيجن. في كرايتيريا للناس اللي بيسموها ادفانسد هارت فيلير، والكرايتيريا دي
انا يعني عايزك تمرر عينك عليها علشان تعرف ان الناس دي ليها اوبشنز، حتى لو مش موجودة تحت ايدك بس موجودة في سنترز. يعني مثلا احنا عندنا في مصر اسوان هات سنتر، ممكن تبص تلاقي فيه الاسيستد ديفايس والديديكيتد ديفايس اللي هي الادفانسد اللي مش موجودة في كل السنترز، على اساس ان هم هتبص تلاقي ممكن تلاقي فيها ال في سبورت مع الريفاسكولاريزيشن، تلاقي فيها ايكمو. يعني لازم في العيان بتاع الادفانسد هارت فيلير ده you have to push for expert center علشان يتعامل معاه، سواء كان ان انت تعمل بقى الترا فنتريشن، رينال ريبليسمنت، هتحطه على سبورتات، هيتحط على ميكانيكال سيركيولاتوري سبورت، هيتحضر لهارت ترانسبلانتيشن. يعني تعرف ان العيان ده ما تسيبوش تتفرج عليه up to this، لا ده ممكن يتلحق في سنتر تاني. طبعا الاتريال فايبريليشن ده يعني زبون مهم جدا في مريض الهارت فيلر، والزبون ده لازم تتعامل معاه بحرص، لان الهارت فيلر ده كده خد واحد من الشاد فاسك فياخد انتي كواجوليشن، ولو في يعني تريجرنج فاكتور بتاع هتعالجه، وهتعالج الاي اف بغض النظر انت شايف هارت فيلر ولا لا. بس خلي بالك طبعا لو هيموداينامك كومبرومايز فهتديله دي سي شوك، ماشي ده محدش مختلف عليه. طيب مفيش هيموداينامك كومبرومايز وقررت انت شيريت كنترول، يبقى ممنوع تدي الفرابامين والدلتازم في الهيف ريف، ممنوع. الاسلحة بتاعتك بيتا بلوكرز، ديجوكسن، والاميودارون هنا ممكن يستخدم كريت كنترول. تمام. طب نفترض ان هو رجع ساينس ريزم، قال لك رجع ساينس ريزم، فهو عنده اوبشن من اتنين، يا اما يكمل اميودارون تو مينتين الساينس ريزم، او ان هو يروح يعمل اي بي اس ابليشن للبلمونري فينس. ممتاز. طيب نفترض ان هو دلوقتي ماشي على الريت كنترول، طب اتحسن والسيمتوم اختفت على الريت كنترول زي الفل، وقال لك ان اصلا مفيش فرق بين الريت كنترول والريزم كنترول، يبقى الموضوع كله يعتمد على السيمتومز. لو الريت كنترول محقق له سيمتوم امبروفمنت جاست فولو اب. طيب لو الريت كنترول السيمتوم مش يعني لسه برضو السيمتومز مش مريحانه، يبقى ممكن نبعته هو ديورنج الاف يعمل ابليشن، او نديله اميودارون عشان نعمل كارديو فيرجن، او ندي دي سي شوك. رجع ساينس ريزم ساعتها اوكي الدنيا كده احنا وصلنا للتارجت بتاعنا. طب نفترض ان ما رجعش ساينس ريزم ولسه ستيل سيمتوماتيك ومش عارفين نعمل له ابليشن، ساعتها ممكن نلجأ الى الاي في نود والابليشن اند بيس ميكر. يعني عشان نخلص من الوش ده كله هنعمل اي في نود والابليشن ونركب بيس ميكر، وخليك يا اتريم براحتك اتريال فايبريليشن، بس الفنتريك اللي هنشغله بالبيس ميكر. طب تشغله في انهي بيس ميكر بقى، باي فنتريكولار بيسنج ولا سنجل؟ ده هيلجأ الى الايجكشن فراكشن. لو الاجكشن فراكشن بتاعك قليل اقل من 40% هتركب باي فنتريكولار بيسنج، لو الاجكشن فراكشن اكتر من 40% هتركب ممكن سنجل في في اي. طيب هل الهارت فيلير ده محصن ان هو ما يجيلوش اسكيميك هارت ديسيز؟ وارد يجيله اسكيميك هارت ديسيز. طب يعني العيان الكرونيك ستيبل انجينا او الكرونيك كورونري سيندروم ده يعني نعمل له ايه يعني؟ قال لك والله لو هو سيمتوماتيك ديسبايت البيتا بلوكرز بص على الهارت ريت، لو الهارت ريت لسه اكتر من 70 وانت جبت اخرك في البيتا بلوكر فعندك سلاح الايفا بروتين.
طب لو الهارت ريت اقل من 70 ففي عندك اسلحه كتير جدا زي النيكورانديل والرانولازين والترايميتازيدين، تمام، والنايتريتس والاملوديبين، دي كلها ادويه اسلحه بيسموها السكند لاين انتي انجينال دراجز، ولكن ممنوع منعا باتا الفيرابميل والدلتاز. طيب امتى هعمل كوروناري ريفاسكولاريزيشن؟ خلي بالك انا بقول لك كوروناري ريفاسكولاريزيشن يعني تحتمل بي سي اي وتحتمل اوبن هارت. لو سيمتوماتيك ريفراكتوري انجينا وسويتابل فور ريفاسكولاريزيشن يعمل ريفاسكولاريزيشن. طيب نفترض ان في حاجات ليها مورتاليتي بينيفيت. يعني ايه مورتاليتي بينيفيت؟ يعني ليفت مين، يعني بروكسيمال ال اي دي، يعني ستينوزس اكتر من 90% ان اي بي كارديال فيزل، ده يعمل ريفاسكولاريزيشن. تمام. وفي الناس اللي هي هتركب ليفت فنتريكولار اسيستد ديفايس، يعني عقبالك يا رب، يو هاف تو افويد الكابتش. طب نفترض ان احنا دلوقتي عايزين نعمل ريفاسكولاريزيشن، نعمل كابج ولا بي سي اي؟ في وجود الهارت فيلير والمالتي فيزل ديسيز الكابج ليها الاولويه، خاصه لو العيان دايبيتك. طيب لو الهارت تيم قال لك ان الكابج هاي ريسك والاناتومي سويتابل فور بي سي اي، يا سيدي يبقى اعمل ايه؟ بي سي اي. طيب في ناس من الهارت فيلير عندهم اورتيك ستينوزس، والاورتيك ستينوز ده هياخدنا على دايليما كبيره جدا اسمها لو فلو لو جريديانت اورتيك ستينوز. ايه القصه دي بقى؟ قال لك هو انت عندك، بتعرف ان ازاي ان انت عندك سيفير اورتيك ستينوزس؟ تعرف ازاي؟ ان انت تلاقي ان المين جريديانت اكتر من 40 ملي متر ميركوري. طب والجريديانت ده علشان يعلى فانت محتاج باورفول ال في كونتراكشن عشان يزق الدم بسرعه قويه ثرو ستينوتيك فالف فيخلق جريديانت. طب لو انت عندك الكونتراكشن بتاع القلب ضعيف، لو ضعيف يبقى معنى كده ان الجريديانت هيقل، يعني ممكن العيان يبقى عنده اورتيك ستينوز السيفير وتلاقي الجريديانت بتاعه ايه؟ قليل. فده بيسموها لو جريديانت اورتيك ستينوز. قال لك استنى بقى، شوف الاجيكشن فراكشن كام. لو لقيت الاجيكشن فراكشن اكتر من 50% فده يعني مش منطقي، وكده مش هتعرف تستخدم الايكو في الحكم على الاورتيك ستينوزس. ممكن تعمل سي تي علشان تعرف ان كان في سيفير اورتيك ستينوزس ولا حاجه اسمها كالسيوم سكور. طب لو الجيكشن فراكشن اقل من 50% قال لك اعمل دوبيوتامين ايكو. اعمل ايه؟ دوبيوتامين ايكو. لو الدوبيوتامين ايكو قال لك ان في كونتراكتايل ريزيرف، يعني الاجكشن فراكشن زاد اكتر من 10%، ده كده العيان ده هتقدر تحكم عليه. طيب ما فيش كونتراكتايل ريزيرف، يعني 35% دي الدوبيوتامين ليتو 35%، يبقى الايكو هنا مش مفيد، هتروح تعمل سي تي عشان تشوف الكالسيوم سكور. طب عملت الكونتراكتال ريزيرف وطلع موجود، والكونتراكتال ريزيرف ايجكشن فراكشن زاد اكتر من 10%، شوف بقى الجريدينت بتاع الاورطه. ان كان الجريدينت بتاع الاورطه زاد يبقى معنى كده ان ده ترو لو فلو لو جريدينت اورتيك ستينوزس. طب الايجكشن فراكشن زاد والجريدينت قل والاريا زادت، يبقى معنى كده ان العيان ده فولس، ده اصلا مش اورتيك ستينوز. طب وصلنا لتشخيص اللو فلو لو جريديانت اورتيك ستينوزس، يبقى الصمام ده محتاج ان هو يتغير،
يعني ايه؟ يعني يا جراحة يا قسطرة، يا اما تافي يا اما سيرجيكال، وده على حسب الهارتين ديسكشن. طيب لو السي تي طلع ان احنا عندنا اورتيك ستينوزس، سيفير اورتيك ستينوزس، برضو اجين يا تافي يا اما سيرجيكال ريبليسمنت. طب نفترض ان احنا بالايفاليوشن ده طلع ان احنا ما عندناش سيفير اورتيك ستينوزس، خلاص يبقى هو البيست ميديكال تريتمنت واحنا مش محتاجين. طيب الميترال جيرج بتاع العيان بتاع الهارت فيلير ده غالبا بيبقى عنده ميترال جيرج، والميترال جيرج ده يعني في بعض الناس بيبقى سيفير سكندري ميترال جيرج. قال لك يا سيدي ده تعمل له هارت تيم ديسكشن وتمشيه على الاوبتيمال ميديكال تريتمنت انكلودنج السي ار تي، تمام، وتعمل له كورونري انجيوجرافي وتشوف الكورونري انجيوجرافي ده محتاج ريفاسكولاريزيشن ولا لا، ولو محتاج ريفاسكولاريزيشن السيرجيكال ريسك بتاعه اخباره ايه. طيب واحد عايز ريفاسكولاريزيشن ولو سيرجيكال ريسك، خلاص يعمل كابج ويعمل فالف ريبليسمنت او ميتر فالف ريبير، ماشي. طب واحد فول ريفاسكولاريزيشن وهاي سيرجيكال ريسك هيعمل بي سي اي. طب والميتر جيرج ابعته للسنتر، ممكن يصلح الميتر جيرج بالقسطرة وطلع عندنا حاجة اسمها مايترال كليب. طب واحد اصلا مش فور ريفاسكولاريزيشن وماشي على الاوبتيمال ميديكال تريتمنت، ساعتها برضو هتفكر ان انت تشوف هو يعمل هارت تيم ديسكشن، هل هو لو ريسك سيرجري يعمل سيرجري ولا هاي ريسك سيرجري ويعمل المايترال كليب او المايترال ريبير. طبعا العيان دايبيتك قولا واحدا ان احنا هنستخدم الدابا والامبا فيه، سواء فور بريفنشن او سواء العيان اوريدي على هارت فيلير حتى لو مش دايبيتك، يعني سواء دايبيتك او مش دايبيتك هندي اس جي ال 2 انهبيتور الدابا والامب. انما واحد دايبيتك وما دخلش في هارت فيلير، طبعا يعني ايه الاولى ان احنا عشان نمنع الهارت فيلير ان احنا ندي اس جي ال 2 انهبيتورز. طب بالنسبه للانيميا، من الاخر يو هاف تو تشيك فور ايرن انديسز لكل العيانين اللي عندهم هارت فيلير، ده روتين، ده ما فيهوش كلام، تشوف الفيريتين وتشوف الساتوريشن. لقيت الليفلز الفيريتين اقل من 100 او من 100 ل 300 والساتوريشن اقل من 20%، ده على طول تبعته ان هو ياخد فيريك كاربوكسيمالتوز، لان ده هيحسن الهوسبيتاليزيشن في العين ده. طبعا في العيانين اللي هم الهيف بيف او الهيف ريف، اتفقنا ان احنا بنعمل كاردياك ام ار اي علشان نعرف هل في حاجه سبيشال ولا لا. من ضمن الحاجات اللي سبيشال اللي هي الترانس سايليتين امايلويدوزس، اللي لقيوا ان في دواء اسمه تافاميديس ده بيحسن الموربيديتي والمورتاليتي. انت متخيل؟ يعني متخيل لو انت لقطت عيان هارت فيلير ان هو ترانس سايليتين امايلويدوزس، يعني انت كده خدمته ان انت تبعته على الديديكيتد سنتر ياخد التافاميديس او ياخد الديديكيتد ريجيمن، ممكن تنقذه من المصير المحتوم وهو الوفاة. طب بالنسبة للسليب ديس اوردر ديبليسنج، شايف احنا قاعدين بنلف حوالين الهارت فيلير علشان نحسن الاوتكم بتاعه ازاي؟ العيان ده غالبا ممكن يكون عنده سليب ابنيا، سواء سنترال سليب ابنيا او اوبستراكتيف سليب ابنيا، وده الجوريزم كبير جدا. يعني ايه؟ مين بيعمل ايه؟ من الاخر العيان ده لازم تعمل سكريننج
للسليب ابنيا بتاعته. يعني اللي نايم جنبه بس يقولك اه ده احيانا كده ايه، ياخد نفسه سريع 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 وبعدين نفسه يقطع مره واحده، لدرجه ان هو قالك ان الكاين ستروك ريسبيريشن ده ريفليكشن اوف ادفانسد ديسيز وزبور اللي في فانكشن. يعني لازم تبقى عينك على الباترن اوف بريسنج. والحقيقه الجايد لاينز دلوقتي في العيانين اللي هي الاوبستراكتيف سليب ابنيا، الناس كلها يعني ايه بيقول لك ان السي باب ده بيحسن الدنيا جدا، ولكن لسه ستيل الموضوع الديبيت على السنترال سليب ابنيا. ولكن احد البريديسبوزيشن اللي بيعمل لي سنترال سليب ابنيا هي الميتابوليك الكالوزس التي تنشأ من الدايوريتيك يوز، واللي بيعملها الهايبوكاليميا. واتفقنا ان احنا هنصلح البوتاسيوم وان احنا ممكن نستخدم الكربونيك انهيدريز انهيبيتور ك ترانزينت يوز عشان يصلح الميتابوليك الكالوز. يبقى احنا دلوقتي يا شباب يعني ايه دخلنا شوية في الديتيلز بتاعت المانجمنت في الدايوريتكس، وازاي نتعامل مع الدايوريتك ريزيستنس، وايه الموداليتيز بتاعت التانية بتاعت الدايوريتكس، وايه السايد افكت، وازاي اتعامل مع الهايبوكاليميا، وازاي احافظ على البوتاسيوم، وازاي اعمل بوتاسيوم سبلمنتيشن. وبعد كده دخلنا في سبيشال سيتويشنز العيان اللي عنده ميترال جيرج، اللي عنده اورتيك ستينوزس، العيان اللي عنده اميرودوزس، العيان اللي عنده سليب ابنيا، العيان الدايابيتك، العيان اللي فور ريفاسكولاريزيشن، ازاي تعمل بريفنشن. كل دي لازم تبقى ان يور مايند وانت بتعالج مريض كرونيك هارت فيلير. احنا تقريبا كده دي اخر محاضرة في محاضرات الكرونيك هارت فيلير. ان شاء الله المرة الجاية هنقول الاكيوت هارت فيلير، وبعد كده نخش على موضوع تاني من موضوعات الديسنيا عشان نكمل مع بعض سلسلة الديسنيا موديول ان شاء الله. ممكن في رمضان نكمل اونلاين، ولكن بعد رمضان ان شاء الله هنرجع فيس تو فيس. ونستودعكم الله، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.